12 دقيقة 34 ثانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس والكلم والمايك للزميل عبد الرحمن أحمد أمين. إذا تتواصل الانطلاقات ونبدأ أيضا باندفاع فئة جديدة تحمل التحدي من خلال هذه اللحظات، فئة الأشواط المفتوحة التي تعلن انطلاقها مع هذه اللحظات، مع بداية أربعة أشواط أخرى ولحظات التشريف والحضور والمتابعة لسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، الذي بوصوله الكريم هنا من خلال هذه اللحظة زادت الفرحة وارتفعت حدة المنافسة والكل رحب. فمرحبا أبا حمدان، مرحبا دائما بكل حضورك الكريم، تواجدك دائما في كل التحديات، في إثارة هذا المساء، إثارة هذا الختام المتميز. على بركة الله تنطلق هذه الأشواط، والزميل مطلق بن علي العنزي يتابع هذه الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير من عاصمة الميادين ميدان الوثبة في هذا الختامي الكبير، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. اليوم هو يوم خاص بالأشواط الرئيسية، ومساء مميزا بهذا الحضور رفيع المستوى. مهرجانا كبيرا حضر فيه أبناء الخليج، ومساء رئيسيا خاصا بأبناء القبائل ورموزهم الثمانية التي رصدت في هذا المهرجان الكبير. على بركة الله ننطلق مع شوطا رئيسيا خاصا بالزمول المحليات الأصايل، هناك شداد بالإضافة إلى 1.5 مليون لصاحب المركز الأول، 8 كيلومترات تحكي قصة هذا الشوط، 8 كيلومترات ورقص الأصايل هنا في عاصمة الميادين. ننطلق مع هذا الشوط، مع هذه الأسماء العملاقة، مع هذه الشعارات الكبيرة التي توافدت حضرت من دول مجلس التعاون الخليجي هنا في دار آل نهيان الكرام. ننطلق مع المركز الأول، هذا ملبي على المركز الأول للسيد حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري مع المركز الأول مع صدارة ومقدمة الشوط. من الجانب الآخر غازي على المركز الثاني، غانم بن سعيد بن سالم العويسي من سلطنة عمان هنا على المركز الثاني، وهناك من إمارة دبي غانم بن سعيد بن سالم العويسي. مرحبا مرحبا بهذا الاسم، خطير هذا الاسم. المركز الثالث، المركز الثالث من العمق الاستشاري سالم بن حمد بن سليم العويسي على المركز الثالث. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات شعار سندباد قطر على المركز الرابع، منادي على المركز الرابع محمد بن صالح بن حمد آل قمر النابت القادم من ميدان الشحانية في دولة قطر. المركز الخامس هذا منحاش 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 محمد بن سيف بن خليفة الشاوي الغفلي، هذا صاحب رمز هناك في ميدان الشحانية، علقت على هذا البعير، خطف في مهرجان سمو أمير دولة قطر الرمز في الشوط الرئيسي المفتوح، خطف منحاش وحضر اليوم في أقوى أشواط الزمول. يا سلام، هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، هذه النتيجة الأولى لهذه الأصايل، لهذه الأساطير، لهؤلاء الكبار. اليوم اليوم هو يومكم أيها الكبار، فقدموا كل ما استطعتم من قوة، من قوة في السلالة
المحاولات، ففي مثل هذا اليوم يتنافس المتنافسون لنيل هذا الشداد الغالي في أغلى المهرجانات. يا سلام، أعود إلى المركز الأول. المركز الأول غازي على المركز الأول يحمل شعار لعويسي القادم من المرموم، غانم بن سعيد بن سالم العويسي من ند الشبا تحديدا. ينطلق هذا البعير في هذا الشوط الرئيسي برصيد رمز يا بن حضير، رمز في رصيد هذا البعير يقدمه أيضا في هذا الامتحان اليوم. الامتحان غير يا العويسي اليوم، اليوم الرمز غير، وجود أسماء عملاقة صاحبات إنجاز في هذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني ملبي حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري القادم بهذا الشعار أيضا في رصيد الرمز. مع هذه اللحظات في ختام المرموم على المركز الثاني ملبي، المركز الثالث الاستشاري، على المركز الثالث سالم بن حمد بن سليم العويسي على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع منادي للسيد محمد بن صالح بن حمد آل قمر النابت على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس من حاش على المركز الخامس محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغضلي. هذه النتيجة مرة أخرى، لا تغيير، لا تغيير مع هذه، مع هذه الأسماء. حتى الآن يا أخواني نحن عند جسر العبور في هذه اللحظات نعبر، ولم تتضح رؤية هذا الشوط حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة ما هناك أي أوامر، ما هناك أي أوامر من المضمرين الكرام. يا سلام، الناموس غير في الوثبة، الناموس غير في الوثبة، في الوثبة في ختام الختاميات. مقيض ولا أروع، ولا أروع اللي بياخذ له رمز اليوم، ناموسه غير في هذا، في هذا الختامي الكبير. يا سلام، بدأنا نتجه غربا يا أخواني، بدأنا نقترب، ودقات قلوب المضمرين بدأت بالسرعة. الله يعين المضمرين، الله يعينهم كلهم المشاركين في هذا الشوط. أعود إلى المركز الأول. المركز الأول ملبي شعار بن حمودة للسيد حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري في رصيد رمز في مهرجان ولي عهد دبي. يا السلام، يعني يعني المراكز، المراكز الخمسة بل الستة بل العشرة بالكل الشوط في رصيد رمز. يا السلام، 3 كيلومترات يا أخواني تفصل هذه الأصايل، تفصل هذه الزمول في هذا المهرجان عن هذا الرمز، عن هذا الرمز الغالي وجسر العبور. عبرنا، عبرنا من إمام هذا الجسر الكبير. يا سلام، الشداد بالانتظار يا أخواني، استعدوا أيها المضمرون، استعدوا أيها الأبطال، أيها الأبطال. سندباد قطر بالمركز الأول، أسماء تصدرت وأخرى ما زالت في انتظار الأوامر المباشرة بالانطلاق نحو هذا الشداد الغالي. هناك أسماء ما زالت متأخرة يا أخواني، ما دخلت عالم الأضواء حتى هذه اللحظة، لكنها بتدخل، بتدخل. شوفوا، شوف المركز الأول، شوف المركز الثاني والثالث في موقع واحد. عبر من حاش يا أخواني على المركز الأول. هناك منطقة الشمال يحتفلون، منطقة الشمال وميدان اللبسة مع من حاش، أمالهم مع من حاش. محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط.
المركز الثاني ملبي على المركز الثاني حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، المركز الثالث غازي من الجانب الآخر للسيد غانم بن سعيد العويسي، ورابعا مرحبا 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 بمتعود، أهلا وسهلا بمتعود في رصيد أربعة أو خمسة رموز هذا المتعود، قادم من الشحانية، قادم بشعار بمقارح الشعار الشطرنجي وثقة الكبار يا بن مقارح. يا سلام سلالة مياس، سلالة مياس قادم في هذه اللحظة أبناء قطر، ولكن المركز الأول، المركز الأول منحاش، منحاش على المركز الأول، انحش يا منحاش، منحاش محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، متعود بن مقارح قادم 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 على المركز الثاني، بدأ الصراع، انعطفنا وبانت المنصة يا أخواني، هل سيبقى الناموس في دولة الإمارات أم سيذهب إلى أبناء قطر، أبناء قطر وهذه اللحظات مع منحاش، منحاش 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 أهل اللبسة مع المركز الأول، المركز الثاني وسلالة صوغان، هذا منحاش، سلالة صوغان بن مقارح يحاول 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 بالشداد، الشداد راح يا بن مقارح، راح مع منحاش، مع منحاش عصاته ببطانه منحاش، حتى هذه اللحظة انحش يا منحاش، يا منحاش الشداد بالانتظار، الشداد الشداد شداد المحليات الأصايل عصاته ببطانه، ماذا دهاك أيها الغفلي، ماذا دهاك يا بالشاوي يا بالشاوي يا بالشاوي، منحاش منحاش منحاش، حيوا يا أخواني، حيوا حيوا حيوا، راح بالشداد، راح إلى اللبسة إلى اللبسة إلى اللبسة، السلام لمنحاش وراعي منحاش، محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي حقق رمزا في ميدان الشحانية ويضيف إنجازا آخر، سلام لللبسة، سلام لمنحاش وراعي منحاش، محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي يحقق الشداد الثاني ورمزا آخرا في الرصيد، سلام لللبسة، سلام سلام يا منحاش، تهانينا تهانينا والناموس لراعي منحاش محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني ملبي حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، المركز الثالث، المركز الثالث متعود علي بن حمد بن علي بن مقارح، المركز الرابع، المركز الرابع أطلس سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد، المركز الخامس، المركز الخامس بنشوفه إن شاء الله بعد لحظة. عموما على كل حال تهنئة لراعي منحاش، حقق رمزا آخرا في الرصيد، يفوز وينتزع مع هذه اللحظات هذا الفوز ليهديه لللبسة وميدان اللبسة، سلام لراعي منحاش وسلام لبن شاوي على هذا الفوز. التوقيت الزمني لمنحاش 12 دقيقة 42 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس، منحاش يخطف الشداد في شوط الزمول العمانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني ملبي حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، التوقيت الزمني 12 دقيقة 44 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث متعود علي بن حمد بن علي بن مقارح، التوقيت الزمني 12 دقيقة 46 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. رابعا احتله أطلس لي سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد بتوقيت زمني 12 دقيقة 49 ثانية، وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس. المركز الخامس يا الحبسي،
12 دقيقة 50 ثانية جزءا واحدا من الثانية. شهلول لسعد بن عجية من حمد بن صالح العبدة. تهانينا والناموس للجميع، تهانينا لكل الفائزين. الإثارة متواصلة.